على كل المزيد عبر سكايب ينضم إلينا دكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار. دكتور أسامة بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. سأبدأ معك من محكمة العدل الدولية وهذه الجلسات. إسرائيل متعنتة ومصرة على استكمال الانتهاكات في حق الأشقاء في فلسطين. مرافعات يمكن استمعنا إلى كلمة رياض المالكي وأيضا فريق القانوني لفلسطين. مصر أيضا سيكون لديها مرافعة في 21 فبراير. دعني أبدأ معك من فكرة هذه الجلسات أو جلسات الاستماع دكتور أسامة. إلى أي مدى من الممكن أن يكون لها تأثير في هذا التوقيت؟ أولا التحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هذه الجلسات ستمثل إحراجا لإسرائيل وستمثل ضغطا على إسرائيل، حتى وإن كان المطلوب من المحكمة محكمة العدل الدولية هو رأي استشاري، ولكن مجرد مناقشة شرعية الاحتلال في حد ذاتها وبالذات في هذا التوقيت الذي تمارس فيه إسرائيل جريمة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني، جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب متعددة بحق الشعب الفلسطيني، أعتقد أنها ستمثل ضغطا إضافيا على إسرائيل. بالتأكيد هناك فصل تام ما بين الدعويين، الدعوة التي أقامتها جنوب إفريقيا فيما يتعلق بمخالفة إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، وما بين القضية التي تنظر فيها أو الرأي الاستشاري الذي تنظر في محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال. هذه مسألة طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 وأحيلت إلى محكمة العدل الدولية، والآن تنظر المحكمة بهذه القضية، تستمع إلى الآراء المختلفة. كما أشرت حضرتك في الخبر السابق أن هناك 52 دولة ستدلي برأيها في هذه القضية، في مقدمتين بالتأكيد مصر التي لديها توثيق تاريخي، لديها رؤية قانونية، لديها رؤية حقوقية ورؤية إنسانية لهذا الاحتلال، وهي دائمة الرفض لهذا الاحتلال وتدعو بشكل مستمر لإقامة دولة فلسطينية. وبالتالي أعتقد أن مناقشة محكمة العدل الدولية بوصفها أعلى سلطة قضائية في العالم وبوصفها الجهاز القضائي للأمم المتحدة لمسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي في حد ذاتها ستمثل ضغطا، خاصة إذا صدر رأي استشاري يقضي بعدم شرعية هذا الاحتلال. وأعتقد في ضوء القانون الدولي وفي ضوء كل الملابسات المتعلقة باحتلال إسرائيل لأراضي فلسطينية في حرب 67، أعتقد أن الرأي سيقود إلى عدم الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال وبتأثيره على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ما سيمثل إحراجا بالغا ليس فقط لإسرائيل ولكن أيضا لداعمي إسرائيل. في الحقيقة دكتور أسامة في نقطتين حابة أناقش مع حضرتك فيهم. في اختلاف بين جنوب أفريقيا أو ما فعلته وما أقدمت عليه جنوب أفريقيا وما يحدث اليوم. السؤال الأول، هل دكتور أسامة من وجهة نظر حضرتك النتائج ستكون واحدة، وهل الضغط وحده يكفي إسرائيل لتكف عما تفعل في الداخل الفلسطيني وفي حق الشعب الفلسطيني؟ يعني أولا فيما يتعلق بالسؤال الأول، هناك فصل تام بين المسارين. المسار الذي انتهجته جنوب إفريقيا هو منازعة ما بين دولتين، دولة تشكو دولة أخرى فيما يتعلق بمخالفة بنود اتفاقية الإبادة الجماعية. نعم. وهذا المسار هو مسار قضائي يمكن أن تصدر فيه محكمة العدل الدولية حكما أو قرارا. أما المسار الآخر الذي تنظره المحكمة فيما يتعلق بشرعية الاحتلال فهو رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا اختصاص قائم وموجود في اللائحة المؤسسة أو النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أن من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أحد أجهزة الأمم المتحدة أن يطلب استشارة قانونية من محكمة العدل الدولية. وبالتالي المحكمة تنظر في قواعد القانون الدولي، هل وجود إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا لهذا القانون أم لا؟ هل يؤثر الاحتلال الإسرائيلي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وهو حق مثبت بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب الأعراف الدولية أم لا؟ هل الحرب 67 التي شنتها إسرائيل واحتلت بموجبها قطاع غزة والأراضي في الضفة الغربية وأيضا سيناء المصرية والجولان السوري، هل كانت حربا مبررة أم لا؟ وبالتالي هذه مسألة ستعيد فتح دفاتر تاريخية حاولت إسرائيل أن تظل مغلقة وحاولت أن تتجنب
أي مناقشة جدية لهذه الأمور. الآن الأمر يصل إلى سلطة قضائية وبالتالي سيمثل ضغطا حقيقيا على إسرائيل. طيب النتائج قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية دكتور أسامة، النتائج المترتبة على هذا الضغط، هل من الممكن أن يشكل هذا الضغط خطوة مفصلية بشكل أو بآخر إذا كانت إسرائيل في هذا التوقيت لا يعني لا تنظر إلى أي قرارات تخرج من أي جهة قانونية دولية حتى يا دكتور؟ نرى أن بعض الدول الفاعلة في هذا الملف تطالب بوقف إطلاق النار، إسرائيل لا تسمع لأي دولة. صحيح، أتفق تماما مع حضرتك في هذا الطرح. أولا لأن إسرائيل أصبحت دولة لا تخضع للشرعية الدولية، وأصبحت دولة فوق القانون بسبب الممارسات الأمريكية والدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل في المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن. وإسرائيل هي دائما الدولة المدللة والطفلة المدللة لدى الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقد الفيتو أكثر من 80 مرة، أكثر من نصف هذا العدد لصالح إسرائيل ولحماية إسرائيل ولإفساد أي تحرك دولي لإدانة إسرائيل. وبالتالي أي تحرك على مستوى أجهزة الأمم المتحدة، أعتقد أن الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة والعديد منها له تأثير كبير في المحافل الدولية، سيمنح إسرائيل حماية إضافية من الانتقاد ومن الإدانة فضلا عن الالتزام بقرارات الأمم المتحدة. ولكن قرارات المحكمة الدولية أو التوصية محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال ستجعل من أجهزة الأمم المتحدة في حرج بالغ للتعامل مع هذا الاحتلال. ستجعل الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة تضغط على مسألة التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية. ستدفع كثير من الدول الغربية الداعمة لإسرائيل لوقف تمويلها لبناء مستوطنات أو التعامل مع مؤسسات تبنى أو توجد في هذه المستوطنات، لأنه في النهاية هذه المستوطنات وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في حالة صدوره بعدم شرعية الاحتلال ستكون كيانات غير شرعية. وبالتالي ستجد هذه الدول حرجا في التعامل أو التمويل أو حتى استضافة مواطنين يقيمون في هذه الكيانات غير الشرعية. وبالتالي سيمثل ضغطا غير مباشر. بالتأكيد لا أتوقع أن تمتثل إسرائيل لهذه القرارات، ولا أتوقع أن تمتثل إسرائيل للرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية، خاصة أن هناك سابقة واضحة أن محكمة العدل الدولية عام 2004 أصدرت رأيا استشاريا بعدم شرعية بناء الجدار العازل وإقرار تعويضات للفلسطينيين المتضررين من إقامة هذا الجدار. وللأسف الشديد لم نرى امتثالا من جانب إسرائيل ولا من الدول الداعمة لها. وبالتالي أعتقد أن استمرار هذه الإدانات الدولية يمثل إحراجا للنظام الدولي برمته الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، ويكون متكئا قويا للدول الداعمة للحق الفلسطيني كي تتحرك وتنشط بشكل أكبر في المحافل الدولية. نعم، أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر عبر سكايب دكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار، شكرا جزيلا لحضرتك.